الدوز مع سارة أحمد. صباح الخير ويسعد صباحكم مستمعين، معاكم سارة أحمد في دوز، وحكون إن شاء الله معاكم من الساعة 11 للساعة 12. طبعا مين مننا ما يعرف مجوهرات فايندرا؟ موجودين في جميع مناطق المملكة، فايندرا شغف الفضة بكل قطعة، ومن السهل الوصول لأي فرع من فروعها، وموجودين في المملكة والإمارات، وتقدروا تزوروا الموقع الإلكتروني www.findra.com، حتشوفوا أجمل وأحدث القطع والتصاميم. وطبعا اليوم موجودين معاكم لايف على التيك توك. طيب قبل لا أبدأ موضوع اليوم، حابة أذكركم بأرقام التواصل 012-616-1100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب حيكون 055-66-89-001. كل اللي عليكم اسمك الثنائي ومن أي مدينة ومسابقة مجوهرات فايندرا. طبعا حتى اللي بيتابعونا لايف على التيك توك كمان فيهم يشاركوا معنا، حرجع عاد لكم الرقم مرة تانية 055-66-89-001. طبعا فايندرا بتقدم كوبون بقيمة 1000 ريال خاص لمستمعين ألف ألف، زي ما قلت لكم اسمك الثنائي ومن أي مدينة ومسابقة مجوهرات فايندرا. طيب هو من أجمل الصفات البشرية، وهو موقف عقلي يتماشى مع تصرفات وسلوكيات الحياة والطريق السوي للعيش، ويعمل على النفس والسمو بها وبتنميتها والرفع بها عن توافه الأمور، وتعيش حياة تحيا فيها هانئ البال مرتاح الحال. شو؟ موضوعنا اليوم يتكلم عن البساطة. الحياة سهلة وبسيطة، ليش أوقات كتير نعقدها بأمور ما لها قيمة ولا لها أهمية في حياتنا؟ فلازم نعيش حياة بسيطة في كل شيء، نحس بالأمان ونتطمن ونرضى ونقتنع، وما نصعبها على نفسنا وما نتكلف فيها. وكمان ندرك أنه كل واحد مننا ربنا رزقه برزق وأنعم عليه بأشياء كتير، وقسم كل حاجة بيننا بالعدل، فعشان كده لازم نرضى بالأشياء اللي عندنا ونبسط كل حاجة على نفسنا وما نعقد الأمور علينا، ونوازن في كل أمور حياتنا. حارجع أذكركم مرة تانية بأرقام التواصل 012-616-1100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب وأجوبتكم، وعلى موضوعنا 055-66-89-001. طيب يلو، شحن مجاني من فروع منطقة الرياض إلى فروع المناطق جميعا، اللي هي سواء كنت في الرياض أو المدينة أو أبها، جيزان، الباحة، الجوف، العلا، تبوك. يلو كمل طريقك. طيب حلو انك تكون انسان بسيط، وكمان تختار الاشخاص اللي حولك يكونوا بسيطين زيك، وتميزنا اخلاقنا وتواضعنا وابتسامتنا. طبعا ما زلنا مستمرين معاكم لايف على التيك توك، حرجع اذكركم الارقام مره تانية قبل لا نطلع فاصل 012-616-1100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب 055-66-89-001. ونطلع فاصل صغير ونرجع لكم. دوز مع سارة أحمد. ورجعنا لكم من جديد مستمعين، وما زلنا معاكم طبعا، وحنكمل موضوعنا، بس حذكركم بأرقام التواصل، وما زلنا كمان موجودين لايف على التيك توك 012-616-1100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب 055-66-89-001.
طبعا زي ما قلت لكم فايندرا لها عدة فروع في الرياض وجدة ومكة والمدينة وأبها وجيزان والدمام والظهران والإحساء وحائل وكمان بريدة. طيب فين موجودة فايندرا في الإحساء؟ موجودة في العثيم مول والإحساء مول. في الرياض موجودة حتكون في الحياة مول والنخيل مول والعثيم مول وجاليري مول والسلام مول. وفي جدة موجودة في العرب مول والأندلس مول. وفي الدمام موجودة في العثيم مول والنخيل مول. والمدينة المنورة موجودة في الراشد مول وفندق أنوار مكة موفنبيك وكمان مركز طيب التجاري ودار التقوى. وفي مكة موجودة في مكة مول وأبراج آل البيت 1 وأبراج آل البيت 2 وأبراج مكة هيلتون. طيب ما في أحلى وأسمى من البساطة في كل شيء، في التعامل، في التواضع، في المساعدة، في إنك تبتسم وتساعد دا وتتعاون مع دا وتتكلم في الحق وما ترضى غير بالمعاملة الطيبة والبسيطة. مين مننا ما يبغى يكون محبوب يتعامل ببساطة بين الناس ويكسب ودهم واحترامهم؟ حرجع أذكركم مرة تانية أرقام التواصل 012-616-1100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب 055-668-9001. كل اللي عليك اسمك الثنائي ومن أي مدينة ومسابقة مجوهرات فايندرا. اختيارك للكلمات البسيطة كمان يعطي عنك انطباع كويس ويترك عنك أثر إيجابي لكل اللي حولك ويؤثر بشكل مباشر على مستقبلك وحياتك الخاصة. وكلنا ندرك ونعرف أنه الشخص العاقل واللي يتعامل ببساطة يحبون الناس دائما ويطلبوا مساعدته واستشارته لأنه ما يعطي الأمور أكبر من حجمها. طيب عندنا رسالة هنا من الأخت فاتن بتقول البساطة مع الناس والتعامل معهم أنا أشوف أنه تجيب التواضع وتقرب الناس من بعض لأنها تلغي كل الفروقات المادية وغيرها وتبقى الناس على بساطتها وحسن تعاملها مع غيرها. صحيح يا فاتن البساطة تعمل كل شيء حتى المستحيل. وبعدين لما نتعامل ونتكلم ببساطة يدل على حسن أدبنا وذوقنا وما يحسوا إنهم ثقلوا علينا أو أزعجونا لأنه إحنا أشخاص بسيطين مع الناس وما رح يكلفنا شيء أبدا، بس في المقابل حتلاقي الناس تعاملنا بكل احترام. طيب حرجع وأذكركم إنه مجوهرات فايندرا موجودين في جميع مناطق المملكة زي ما قلت لكم، سواء في جدة ولا في مكة ولا في الرياض، الإحساء، أبها، موجودين في كل مكان. وتقدروا تزوروا موقعهم الإلكتروني زي ما قلت لكم www.findra.com، حتشوفوا أجمل وأحدث القطع والتصاميم، وكل فرع يختلف فيه التصاميم من فرع للتاني. طبعا فايندرا بتقدم لمستمعين ألف ألف فقط، يا رب فالكم كلكم الفوز عشان في ناس بتقول لي أنا أرسل ألف مرة. طبعا في النهاية يعني حنختار بعض الأسماء، ما رح نتحيز على اسم معين، نختار وكل واحد فال الفوز إن شاء الله. بس أرجعوا أرسلوا مرة تانية على 055-668-9001 حتى الناس اللي بيتابعونا لايف على التيك توك يقدروا كمان يشاركوا. اسمك الثنائي ومن أي مدينة ومسابقة مجوهرات فايندرا. طيب كل ما كانت طريقة الحياة بسيطة بعيدة عن التعقيد والمظاهر المبالغ فيها كل ما كان أسهل وأسرع للوصول لهدفك. طبعا البساطة ما في أحسن منها، وزي ما قلت لكم حيحبوك الناس دائما ويطلبوا مساعدتك واستشارتك لأنه ما تعطي الأمور أكبر من حجمها. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم. دوز مع سارة أحمد.
ورجعنا لكم مستمعينا من جديد، وما زلنا معاكم على السمع وما زلنا معاكم لايف على التيك توك. هرجع وأذكركم مرة تانية قبل لا أبدأ سؤالي بأرقام التواصل 012-61-61-100 للاتصال ولمشاركتكم على الواتساب وأجوبتكم على موضوعنا أو على الجائزة اسمك الثنائي ومن أي مدينة ومسابقة مجوهرات فايندرا. طيب سؤالي يقول هل البساطة تعني السذاجة؟ طبعا لا، البساطة أبدا ما تعني، بالعكس هي طريقة تفكير سهلة وبسيطة ومريحة. المؤمن هين لين سهل، وفي الوقت نفسه تكون إنسان مبدع، لأنه حقيقي الإبداع في أنك تبسط الأمور مو تعقدها. طيب ناخذ اتصال. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا أستاذ سارة، شخبارك؟ صباح النور يا نورة، أهلين، الحمد لله، أنت كيف حالك؟ خير الحمد لله، يسعدك يا عمري. ويسعد صباحك يا رب. نورة قولينا كيف تلاقي البساطة؟ هل تشوف الشخص اللي قدامك لما يكون بسيط يعني هو ضعيف أو ساذج، ولا أنه تشوف البساطة شيء كويس في التعامل؟ شوفي، لازم الواحد يكون بسيط، يكون لين، يكون أخلاقه كلها حلوة، يكون إنسان طيب مع الآخرين. يعني أنت طيب، ما زلت أنك طيب، ما سويت ولا فعلت إلا في سمعك إلا الخير، إلا المودة والمحبة. حتى لو توفاك الله ما راح الناس ينسونك من ذكراك، من الدعاء لك، ومن طيبة وصلك المكان مع الناس الآخرين. حتى اسمك يعني ما زال يعني مذكور في ذهنهم، إذا كنت يذكرونك بالخير. لازم يكون الشخص زي أنت، ما تبغى أحد يكون معك بسيط، أنا أكون حتى بسيط مع الناس الآخرين. صحيح، أنا أدل علي، أنا أدل علي وصفيني صفير القلب، أنا أتشرف أن أكون أخلاقي من النوع الطيب، من النوع المحب، وبراحتهم هنا ما لي علاقة به. يعني ابدا ما يدل على الضعف نهائي. لا لا لا، ما في ضعف، عليش ضعف يعني. صحيح، بالعكس، انا عشان ما ارضى سمعتي شيء وما ارضى اضيق اخلاقي، احد يجيني قلت فيك وفيك وزي كذا، لا، انا ابغى الشيء اللي يسعد خاطري، يسعد قلبي، من الناس الاخرين يقولوا لي كلمه حلوه لاني انا قدمت شيء الحلو. صح، وتكوني مرتاحة أصلا داخليا يعني. إيه، وضميري مرتاح وعارفة نفسي أني ما أخطيت ولا سويت شيء، ما فعلت من شيء المحب. في النهاية طرحت الشيء السلبي السعادة النفسية، أكيد طبعا الشيء الطيب حتى نفسك خلي نفسية حلوة زي كده، أكيد طبعا مرتاحة. يسعد صباحك يا نورة، وشكرا لمشاركتك الدائمة وإضافتك الجميلة، يعطيك العافية. الله يسعدك يا عمري، منكم نتعلم يا عمري. الله يسعدك، شكرا. طيب البساطة سر علاقات الود والمحبة، تخلي الناس يقبلوا كل شيء بحب واستمتاع. دائما نسمع ليش يصعب الأمور ويعقدوها بدل ما يتعامل ببساطة. نسمع الكلمة دي كتير من بعض الناس، إنه في أشخاص بيتعامل معهم بتعقيد وما بيتعامل ببساطة، لأنه ما في أي شخص يحب التعقيد والتشدد. الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج وقدوة للحياة البسيطة، كان لين سمح عطوف بكل من حوله، حتى بالأطفال. يعني لما كان الحسن والحسين يلعبوا معه وهو يصلي على ظهره، كان يخليهم لين يخلص الصلاة ويسيبهم يلعبوا. يعني سبحان الله، البساطة دائما تخليك شخص محبوب بين الناس، ولين وسمح وعطوف. طيب خلينا نعرف أنواع البساطة. طبعا البساطة أنواع. أول شيء البساطة في التعامل مع نفسك، لما نخطئ نراجع تصرفاتنا ونبعد عن جلد الذات. يعني لا تجلس تعقد الأمور وتصعبها على نفسك وتلوم نفسك ساعات طويلة، لأنه البساطة في التعامل مع نفسك أول حاجة من أهم الأشياء اللي أصلا بسيطة، يعتبر إنها بسيطة. البساطة في التعامل مع الناس، ما أشوف نفسي عليهم ولا أتعالى وأتبع الغرور، أو إذا في خدمة في يدي وأقدر أساعد الناس فيها أساعدهم، ما أستنقص في أحد ولا أشوف أني أحسن الناس. أتعامل مع أهل بيتي، أهلي،
موظفيني أصدقائي بكل بساطة وبروح طيبة. وحتى في التعليم أبسط طرق التعليم قد ما أقدر عشان يحبوا الطريقة ويستمتعوا بالطريقة البسيطة دي ويفهموا علي أكتر. كمان البساطة مع الأطفال وكبار السن أتعامل معاهم على قد تفكيرهم وفهمهم، ومو ضروري أبداً أعقد الأمور عليهم. طيب خليني أرجع أذكركم مرة تانية بأرقام التواصل 012-61-61-100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب وأجوبتكم 055-66-89-001، سواء على موضوعنا أو على مسابقة مجوهرات فايندرا. اسمك الثنائي ومن أي مدينة وتحت مجوهرات فايندرا. طيب خلينا ناخذ فاصل صغير معاكم ونرجع لكم، ما زلنا مستمرين معاكم على اللايف تيك توك. خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم. دوز مع سارة أحمد. ورجعنا لكم مستمعين الآخر فقرة في يومنا ونكمل موضوعنا، بس حابة أذكركم 012-61-61-100 للاتصال، ولمشاركتكم على الواتساب 055-66-89-001. طيب في رسالة جاتني هنا، مشاركة من المهندس يحيى: مين مننا ما يحب البساطة والتواضع؟ وما أتوقع أحد يكره أنه يكون إنسان متواضع لطيف، لأنه البساطة والتواضع هم قمة جمال الروح. البعض يقول أنه الشكل له علاقة بالجمال، صحيح، لكن الجمال جمال الروح، سوري دقيقة، جمال الروح صدقوني ببساطتها وتواضعها أجمل وأنقى وأصفى. البساطة البساطة والعفوية تقودنا أحياناً لأشياء أشد جمالاً من تلك التي نبحث عنها بالتكلف الرسمية. الناس العفويين يأخذوا الروح والقلب الرقي في أخلاقنا، وليس في تصنع ما ليس فينا. كن طبيعياً في قولك وفعلك، ولا تتصنع وتتكلف، لأنه في ذلك خداع للروح والنفس والآخرين. جمالك فويتك. أشكرك يا المهندس يحيى على الكلام الطيب والإضافة الجميلة. طيب البساطة كمان في أنك تتقبل اللي كتبه الله لك وترضى وتقبل بجسمتك ونصيبك من الحياة. سؤالي يقول: أثر البساطة على حياة الإنسان؟ أول حاجة، نظرة الإنسان للناس أقل منه تخليه يحمد الله ويشكره، لأنه البساطة والرضا تحول حياة الإنسان إلى حياة هانية وسعيدة. لما تتعامل ببساطة وبدون تكلف مع الناس اللي حولك، مهما كان منصبك أو مستواك الاجتماعي، حيخليك محبوب بين الناس، لأنه التواضع والبساطة من شيم الأخلاق. طيب لا تنسوا 055-66-89-001 اسمك الثنائي ومدينتك ومسابقة مجوهرات فايندرا. حتى الناس اللي بيحضرونا لايف على التيك توك فيهم يشاركوا معانا كمان. فلازم نبسط كل شيء قد ما نقدر، ولكن من غير ما نبالغ في تبسيطه، يعني لا تعطي كل شيء أكبر من حجمه. وأحيانا نسوي أشياء ونفكر إنها مستحيلة، ونلاقي نفسنا سويناها بكل بساطة، لأنه زي ما قلت لكم البساطة تقودنا للإبداع. كل ما بسطنا الشيء كل ما ارتحنا وكنا ناس سلسين. البساطة في الواقع اللي نعيشه في كل شيء حولنا، صدقوني حتكونوا أسعد الناس. كمان البساطة تعتبر معيار الجمال الداخلي في طبيعة نفسنا. ففي ناس كثير تصير أمور في حياتهم عادية، لكن يحبوا يصعبوها ويضخموها ويحسوا إنه حظهم سيء، فيعقد على نفسه والناس اللي حوله ويفقد المتعة بالأشياء البسيطة. ببساطة الحياة تمشي، سواء زعلنا أو بكينا
عقدنا الأمور ولا صعبناها، فلازم نشوف الأشياء ببساطة وما نعقد الأمور ونفسد حياتنا ونتكلف ونتصنع ونعيد الأشياء لحجمها الطبيعي. في الختام، البساطة طريقة حياة سواء في الأدب أو الأخلاق، وتعكس كثير من الطاقة الإيجابية وتحسسنا بالراحة والأمان مع واقع الحياة اللي نعيشه، وتخلق توازن نفسي داخلي. كانت معاكم سارة أحمد فدوز، إن شاء الله موعدنا بكرة من 11 ل 12. مع السلامة.